باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فريق عمانوئيل يقدم قصة حياة القديسة الطاهرة الملكة أناسيمون السائحة. قصة حياة القديسة أناسيمون مأخوذة عن فيلم القديسة أناسيمون للسيناريست سعيد يوسف، إخراج بشوي سعد. بارك الله الملك والملكة وجعل أيامهما كلها سعادة وسرور. اتفضل يا كبير الوزراء، هات ما عندك. رؤساء المقاطعات يستأذنون جنابك ليباركوا الأميرة أناسيمون لنوال بركة المعمودية. خليهم يتفضلوا. تفضل أيها الأمير الأكبر. السلام لمولانا العظيم. اسمح لي يا مولاي باسم شعوب المقاطعات كلها أن أقدم الهدايا للأميرة أناسيمون بمناسبة نوال المعمودية، وبندعي لها كلنا بدوام الصحة والسعادة. تفضلوا تفضلوا. تفضل أيها الأمير ماكسيموس. اسمح لي يا مولاي أن أقدم هذه الهدية بمناسبة مولد الأميرة، وأتمنى لها السعادة والخير. مقبولة هداياك. تفضل أيها الأمير فروم. أما أنا يا مولاي أتقدم لجلالتك بأجمل التهاني، وأتقدم بهدية شعبي، وأرجو من الله أن يطول في عمر مولانا العظيم. ربنا يطول في عمرك يا أمير، أنت والإمبراطور. نفسي أشوف الأميرة بعيني يوم فرحها، كلها كم سنة ويجي اليوم ده. فعلا يا مولاي البنات بتكبر بسرعة. تفتكري أن هقدر أعيش وأشوف اليوم ده؟ ربنا يطول في عمرك وتعيش وتشوف أولادها. إلا قوليلي هي فين الأميرة؟ مش عارفة، هي صحت وخرجت وبعدها ما شفتهاش. تلاقيها قاعدة في جنينة عند ركن الصلاة المتعودة عليه. يا حبيبي يا إلهي يسوع، طول في عمر بابا وماما وقويهم وساعدهم يا رب. بابا أنا سيمون الجميلة، وحشتيني. خلصت الصلاة يا حبيبتي؟ أيوة يا بابا، بس في أسئلة كتير عاوز أعرفها. يا حبيبتي أنت فعلا كبرتي ومحتاجة المرشد روحي ومعلم يعلمك. أنا من بكرة وليه؟ أنا من النهاردة أبعت أجيب لك أعظم معلم في المملكة عشان يعلمك. وكده نكون عرفنا معنى الصلوات اللي احنا حفظناها. ودلوقتي يا بنتي أول ما ننام وأول ما نصحى الصبح أول حاجة نعملها إيه؟ أول حاجة نعملها نصلي ربنا. أحسنت يا أميرة. في أسئلة تانية؟ فيه. اتفضلي يا أميرة اسألي وأنا جاوبلك. ليه دايما بتناديلي يا أميرة؟ ليه ما بتقوليش باسمي؟ لأنك فعلا أميرة. أيوة بس أنت أبانا ومعلمني الصلاة. حاضر مدام دي رغبتك. تحب نكمل ولا معاد ننجع؟ لا نكمل، أنا عاوز أعرف حاجات كتير عن القديسين والشهداء اللي ماتوا علشان المسيح. أنا هكلمك عن راجل غني قوي قوي ساب المجد الباطل وعمل بنصيحة المسيح. اشترى المجد السماوي وهو الأنبنطونيوس أبو الرهبان. أبوه ترك له ثروة كبيرة قوي هو وأخته، لكن هو ترك كل الثروة دي بكلام المسيح لما قال باع كل مالك وتعالى اتبعني. راح عاش في البرية وبقي من أكبر كواكبها. طب وأخته؟ أخته كمان اشترت المسيح وراحت عاشت وترهبنت في دير للبنات. وكبرت الأميرة وهي لسه بتسأل عن الشهداء والقديسين اللي سفكوا دماءهم على اسم السيد المسيح. أنا بدعي ربنا إن أكون قلتلك شيء مفيد في السنين اللي فاتت دي كلها. أشكرك أشكرك يا أبانا على تعب محبتك. أنت في الحقيقة ما سبتش حاجة إلا وعلمتها لي، واستحملت كمان أسئلتي الكتيرة. يا بنتي أنا مهما قدمتلك لسه قدامك المشوار طويل. الإنسان ممكن يقضي عمره كله يتعلم من القديسين ويكتشف في النهاية إن لسه ناقصه تعليم كتير. طيب قولي يا أبانا إزاي أقدر أربح ملكوت الله؟
إجابته يا بنتي ما أقدرش أغيرها عن إجابة الرب، ومش ممكن تختلف أبدا أو تزيد حرف واحد عنها. اللي ممكن تتغير هو أنت. أنت ممكن تسلكي طريق مختلف خالص، الجهاد الروحي. الجهاد الروحي يا بنتي محتاج صبر وصلاة ودموع، محتاج لتدريب على الصمت، محتاج لتدريب على عدم محبة العالم. يعني تفتكر يا أبانا أنا الخاطية أقدر أنفذ الوصية دي؟ كلنا خطاة، كلنا خطاة يا بنتي، وربنا بيبص لقلب الإنسان، وما دام في شهوة في قلبك صلي واسهري، حربي عدو الخير أو مي يا بنتي، ما تخليهوش يتغلب عليكي أبدا. صلي من أجلي يا أبانا. يا ريت أنت يا بنتي اللي تصلي من أجل ضعفك. أمال فين الأميرة؟ زمانها جاية، تفضل كل أنت مولاي وأنا هستنيها. هي مش ناوية تتعشى معانا ولا إيه؟ الأميرة في غدتها يا مولاي. بتعمل إيه لغاية دلوقتي؟ هي مش عارفة إن إحنا مستنيينها على العشاء؟ ما هي بعتاني يا مولاي علشان أبلغ حضرتك إنها مش هتقدر تتعشى دلوقتي. مش معقول، أنا بدأت أقلق عليها، صحتها مش عجباني اليومين دول. هي البنت عيانة ولا إيه؟ لا 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 يا مولاي. مترددة ليه؟ في إيه؟ بصراحة يا مولاي. بصراحة ايه؟ اتكلمي. ما اقدرش يا مولاي. ما تقدريش ليه؟ في ايه؟ بصراحة يا مولاي الأميرة في خلوة روحية. طمنتيني، بس أنا خايف على صحتها، كتر الصيام هيتعبها. يا ربي يا ربي يا يسوع المسيح، إني أحبك. اديني يا رب نعمة لأترك كل ملذات العالم لأعيش في ملكوتك. ادخل يا مولاتي. ادخلي يا ملي، ده انا كنت لسه هبعتلك اسال عنك. انت كنت فين؟ كنت فين؟ مش حضرتك بعتيني لمولاي علشان اعتذرلك عن العشاء؟ بحق قبل اعتذاري. ايوه قبل، بس بصراحه جلاله الملك زعلان قوي. طمنيهم وقولي لهم ان انا بخير. حاضر يا مولاتي، تأمري بحاجه تانية؟ لا يا ملي، تصبحي على خير. وانت من اهل. ادخل يا مولاتي. ادخل يا ملي. في حاجة يا مولاتي؟ لا مفيش، اتفضلي يا ملي. صباح الخير. صباح الخير يا ملي. انتي ناسية اللي احنا النهاردة هنروح الكنيسة سوا؟ ودي حاجة تتنسي برضو يا ملي. طيب اسيبك علشان تغيري هدومك. حياتي الروحية محتاجة لصلواتك يا أبانا. ربنا يقويك يا بنتي. اسمحلي خد ده لأخوة الرب. ربنا يعوضك. اسمحلي يا أبانا لو أي حد محتاج لأي حاجة ما تحرمنيش من البركة دي. ربنا يبارك فيك يا بنتي. طبعا سمعت إن الملك عيان. سمعت، ربنا يشفيه. وأنا بقولك علشان تدعيله. أمال عايزنا أقول إيه؟ ممكن تسيب الكتاب اللي في إيدك ده وتفكري معايا شوية؟ إيه جرى إيه؟ الملك عيان عايز نعمل له ايه يعني؟ هدوي؟ لا، هنعيط عليه، هنبكي عليه. انت غريب جدا النهاردة، مش فاهمة انت عاوز ايه. شكلك كده عاوز تتخانق. انا بقى النهاردة ماليش مزاج الخناق. يا وليه فهمين، الملك ده لما هيموت مش بنته هتورث؟ تمام مظبوط. طيب والاميرة انا سيمون اللي هتورث الملك وهتبقى ملكة في يوم من الايام، ما يلزمهاش مثلا ان هي تتجوز؟ الله مطولك يا روح. يا ستي فهمين. ما انا مش فاهمة، من احنا ومال الموضوع ده؟ انا سيمون اللي هتورث لازم تتجوز. طيب ما تتجوز، عندك عريس ليها؟ قصدك؟ ايوه قصدي يا ست ابنك المحروس ايزيسيوس. وانت ايش ضمنك انهم مش حاطين عينهم على حد تاني؟ واحد تاني ايه يا هانم؟ انت نسيت انا مين؟ ده انا ابن عم الملك، وابني اولى بيها من اي حد غريب. انت عايزه ايه؟ الملك يروح مننا اوانطة؟ طيب والحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه ده ايه؟ ما تفكري معايا شويه، ولا كل حاجه عليا انا؟ طيب سيب الموضوع ده، خليه عليا انا المره دي، هخلي مريم تكلمها. مريم؟ طب دخل مريم ايه؟ لا ده شغل انا بقى، اصل ما ياثرش على البنت غير البنت اللي زيها. انت شايفه كده؟ بس اللي عليك تواضب لنا مقابله مع الملك واشوف راي ايزيسيوس ابنك. ايزيسيوس؟ ايزيسيوس ده بقى خليه عليا انا. بس يا سيدي جه الحصان في الملف جانح بيا ووقعت على الارض، ولقيت نفسي بين الحياه والموت. بتضحك؟ بس الوقعه دي جابت نتيجه.
طبعا خليتنا اعيد نظر في البرنامج التدريبي بتاعي بالكامل. لا لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ميلينا. ميلينا مالها؟ الواقعة دي كشفت عن شعورها. ازاي؟ انا كنت واقف جنبيها وقت السباق وساعة ما الحصان جنح بيك وقعت، شقة الشقة خلت كل اللي حواليها خدوا بالهم ودمعت انت حكايتكم ايه؟ واقفين هنا تحكوا وتناموا وسابين ماركوس يغلب فينا؟ امال كنت عمال تضحك على ايه؟ اول ما كنت بترمي المارك، تعالوا بقى معايا اما افرجكم عليه. يلا بينا. ايزيسيوس يا مولاي الامير. هو شرف، خليه يتفضل بسلامته. والدي الامير. انت كنت فين يا ابني؟ امر يا امير، انا تحت امرك. تقول لي تكره ايه في حياتك؟ اقول لك العيل الخايب. عايزك يا ابني كده تفتح دماغك كويس وتسمع اللي هقول لك عليه. انا كل اذان صاغيه. الملك. ماله الملك؟ مالك اتخضيت عليه قوي كده؟ ده لو كانوا قالوا لك ابوك مات ما كنتش اتخضيت كده. جنابك عارف انا بحبك قد ايه، لكن محبتي للملك شيء تاني، ده راعي الفرسان والفروسيه في المملكه كلها. علشان كده بقى عايزك تسمع لي وتفتح دماغك كويس. الملك عيان وقرب يفلسع. تحب اجيب له اكبر طبيب في الولايه؟ طبيب ايه وهباب ايه؟ انا مش فاهم قصدك يا مولاي. يا ابني فتح دماغك معايا. دلوقتي الملك ده لما هيموت مين اللي هيقعد مكانه؟ انا سيمون طبعا. هو ده اللي انا خايف منه، وعشان كده انا عايز اقطع الطريق من اوله. تقطع الطريق؟ انا مش فاهم قصدك. انا فهمك يا سيد، انا سيمون لما هتبقى ملك محتاجة جنب منها ملك، صح؟ مظبوط. الملك ده بقى هيبقى انت. انا يا والدي انا هبقى ملك؟ طبعا يا ابني، هو في غيرك؟ ده انت ابن عمها، ابن عم ابوها، يعني ابن عمها. عايزك بقى تلحلح نفسك وتفكر كده وتشغل دماغك علشان لما نروح نزورهم تقعد معاها وتلف عقلها، تضحك عليها بقى، خليك ملحلح ما تبقاش خايب. فاهم ولا مش فاهم؟ ازاي بس؟ هو ايه اللي ازاي عيل خايب؟ معرفش ازاي، بس انتوا يا شبان اليومين دول ليكوا طريقة في الضحك على عقول البنات. بس انا سيمون دي مش زي اي بنت. صحيح، يبقى ليها ترتيب تاني. اما كان حتة سبق ما شفت ازاي؟ فعلا ده كان سبق جميل. صدقيني انا زعلانة قوي علشان مش هقدر اروح حفلة الموسيقى. ليه خير؟ رايحة يا ستي لزيارة الاميرة قريبتي. انا سيمون، اصلها سألت عني. ايوة مش دي اللي كل كلامها مواعظ؟ بس اعمل ايه؟ قريبتي، ما تيجي معايا. لا ابعديني انا عن الناس المعقدين دول. علشان خاطري تعالي معايا. طيب. انا فرحانة قوي بزيارتكم دي. ده احنا اللي سعداء بيكي، ده انا خدت بركة كبيرة قوي. شكرا ليكي. قولولي ايه اخبار حياتكم الروحية؟ في الحقيقة معظم شباب اليومين دول تفكيرهم كله سطحي، مفيش ثقافة، كل همهم انهم يتسلوا بس، مين سابق مين ومين يصطاد اكبر فريسة. مريم تقصد ان الشباب عقله فاضي. بس ايزيسيوس اخويا غيرهم كلهم بيحب يقرأ الشعر والفروسية ووسيم كمان. انتوا فهمتوني غلط، انا قصدي حياتكم الروحية مش العاطفية. تقصدي الصلاة والصوم يعني؟ بالظبط. صدقيني يا مولاتي زينا زي اي واحدة في سننا، مشغولين في تحصيل العلم والموسيقى، ولما بيجي وقت مروح الكنيسة بنروح. ياه للدرجة دي؟ كل يوم عندنا في القصر حفلات واستقبالات، وكل ام عايزة تتباهى بجمال بنتها وثقافتها. طيب وفين ربنا من حياتكم؟ ربنا موجود بس مأجلينه شوية لغاية ما تخلصوا حفلاتكم ومشغولياتكم وبعدين تبقوا تفكروا فيه، مش كده؟ يعني اسمحي لي يا مولاتي، انت سنك قريب من سننا، عايزة تفهميني انك مش بتهتمي بالحاجات دي. في الحقيقة انا ليا اهتمامات تانية اكتر من كده بكتير. هو في حاجة اهم من كده؟ في طبعا يا مريم. زي ايه مثلا؟ مولاتي اصدقائك وحبايبك وصلوا، دخليهم وانا جاي حالا. اتفضلوا بس هنكمل بعدين. الأميرة أنا سيمون. أهلا بيكم، وحشتوني خالص، اتفضلوا عدوا. وحشتينا يا أميرتنا يا أجمل وأطيب أميرة في العالم. زرتي صاحبتك اللي كانت تعبانة الأسبوع اللي فات؟ زرتها يا مولاتي وديتها المبلغ اللي قلتلي عليه وبيت كويس. انتوا أهلي وإخواتي في الرب، وأنا بنفذ الوصية الربانية. وانت يا أم يوحنا إيه أخبار صحتك دلوقتي؟ نشكر الرب يا مولاتي، أنا صحتي بقت كويسة والحمد لله. هم دول أصحاب الأميرة أنا سيمون؟ أنا عارفة. معلش أنا تأخرت عليكم، سامحوني. لا 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 أبدا، بس أنا مستغربة. مستغربة؟
مستغربة على ايه يا مريم؟ يعني انتي كل اسبوع بتعملي كده؟ مضيعة وقتك مع الجماعة دول؟ دول اخوة الرب، والرب قال: كنت جوعان فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. يعني اللي بيعمل حاجة من الحاجات دي مع إخوة الرب كأنه عملها مع رب المجد. رسالة من الأمير الأكبر، أمير الولاية الرابعة. خير. بعت يقول إنه جاي لزيارتنا ومعاه ابنه الأمير إيزيسيوس. وسبب الزيارة إيه؟ مدام جايب إيزيسيوس معاه، ولا يمكن بلغوه إن أنا بعافية شوية. قصدك جاي يطمن؟ أكيد ده قصده، بس أنا حاسس إنه يقصد حاجة تاني مدام جايب إيزيسيوس معاه. عموما إيزيسيوس شاب كويس وما يتعيبش. أيوة، لكن اللي يتعيب ابن عمنا الأمير الأكبر أبوه. عموما اللي ريحك. افرضي لو طلب إيد الأميرة أقول له إيه؟ الأمر أمر مولاتي. سيبك من رسميات، ده احنا بنتكلم في مستقبل بنتنا. انت ايه رأيك؟ انا شايفة ازيسو الشاب كويس. خلاص خلاص انا فهمت، بس قبل ده وده لازم نعرض الامر عليها. صحيح ازيسو الشاب كويس في نظري، لكن بنتك امرها ممكن يختلف. ربنا يهديها. خلاص خلاص روح انت وبعتها لي. سلام يا والدي. سلام والنعمة، اتفضلي. وحشتيني، ايه اخبارك؟ نشكر ربنا يا مولاي. يا ترى ايه اللي خدك امبارح مننا على العشاء؟ ابدا، كنت مشغوله شويه. يعني الصحه عال؟ اطمن يا والدي، الحمد لله. الحمد لله بحق. الامير ابن عمي الامير الاكبر بعت رساله وقال فيها انه جاي بكره ومعاه ابنه الامير ايزيسيوس. ايه رايك انك تيجي على الغدا بكره معانا؟ امرك يا والدي، مع ان اخته مريم كانت معايا النهارده وما جابتش سيره، يمكن كانت عاوزة تعملها مفاجأة. ممكن، يا ريت تأمري الطباخ يعمل لنا كام أكلة شهية. حاضر يا والدي. ايه ده يا مولاي؟ عدس؟ ايه ده كمان فول؟ الفولة بانت من أولها، ايه الكرم ده كله؟ ايه ده؟ اللي ما فيه حتة لحمة ناكلها. فين الطباخ؟ ده لازم يتعاقب. عاوز الطباخ ليه يا والدي؟ انا اللي امرت بالاكل ده. ايوه بس قصد حضرتك علشان الاكل صيامي. انتوا ناسين النهارده الاربع. ايه يا اميره، انت كل يوم اربع كده بتطبخي عدس وحمص ولوبيا بنقطه وفول؟ لا يا جناب الامير، هي قصدها ان يوم الاربع صيام. على فكره انا وايزيسيوس بنصوم اربع وجمعه، مش كده برضو يا ايزيسيوس؟ طبعا طبعا، ما بفوتناش الاربع ولا جمعه. اهي المسألة بانت للبيت. كان حقك يا مولاتي تطلبي من الطباخ يعمل شوية أكل صيامي مع الأكل الفطاري. في الحقيقة أنا ما فكرتش إن الناس دول ما بيصوموش كل أسبوع. أنا جيت أودعك يا أميرة كده على طول، ما لسه بدري. طبعا إذنكم بقى أسيبكم لوحدكم، أصل إيزيسيوس كمان دلوقتي عنده تدريب. ربنا معاه. لكن قوليلي يا أنسيمون، هو انتوا صحيح بتصوموا كل اربع وجمعة طول السنة؟ طبعا، ما عدا الخمسين المقدسة اللي بعد عيد القيامة. مش معنى يعني الاربع والجمعة مع انهم قريبين من بعض، ليه مش الحد والخميس مثلا؟ الاربع يا مريم تذكار خيانة يهوذا للسيد المسيح، والجمعة صلب رب المجد. بس مش انتي قلتيلي ان انتي بتصومي اربع وجمعة انتي واخوكي؟ الحقيقة انا قلت كده عشان ما جرحش حد، لكن قوليلي ايه الاهتمامات الكبيره اللي انت كنت هتقوليلي عليها؟ تعالي معايا. اهتماماتي يا مريم بربي والهي يسوع المسيح اللي تهان كتير علشان وحمل الصليب واتصلب من اجلنا، وبعد كل ده تساليني ايه الاهتمامات زي السبق والخيل والحفلات؟ يا ريتك يا مريم، يا ريتك تغيري تفكيرك واهتماماتك. صلي صلي من أجلي يا أنسيمون. بصلوات العذراء والقديسين أنا بصليلك، ويا ريتك أنت كمان تصلي من أجلي. شفت اللي عملته أنسيمون؟ إيه ده بس؟ أهدى إزاي؟ على فكرة الخبر ده هينتشر في كل الولايات.
الملك قدم على سفرته فول وعدس ولوبيا، سيرتنا هتبقى فضيحة. لا فضيحة ولا حاجة، أنا سيمون مغلطتش، إحنا اللي غلطانين. أنت كمان في صفها؟ يا مولاي إحنا فعلا في صيام. أنا عارف يا مولاتي، لكن دول ضيوف ومش مفروض نقدم لهم فول وعدس ولوبيا. مش إيزيسوس كان مبسوط وموافقة على رأيها؟ أيوة، بس ما كانش صح، كانت ممكن تعمل أكل صيامي وفطاري ونسيبهم على راحتهم. اهتماماتي اهتماماتي يا مريم بربي وإلهي يسوع المسيح اللي تهان كتير علشان وحمل الصليب واتصلب من أجلنا. أشكرك أشكرك يا رب لأنك عرفتني الطريق الصحيح وعرفتني بماذا أهتم وعرفتني لمن سبيلي وصلبت من أجلي. سامحني سامحني وغير حياتي وكن معي ولا تتركني. آمين. أما خد ناحية الدين بومبة، ده الملك إيه صحته زي الحديد، ده بيقول معدتي تهدم الزلط. طلع نقبين على شونة. يا بطني، يعني كان لازم تملاها على الآخر. يا سلام، زي ما كنت تعبان وارتحت. يا ساتر على الأكل، الأكل اللي أكلته فول وعدس ولوبيا بنقطة. يا ساتر، أنا وأنا قاعد مع الملكة بقى. استني بسرعة. ايه الفول تاني؟ لا دي اللوبيا ام نقطة. يبقى بقى لسه العدس. انت هنا يا مريم وانا دايخ عليكي من الصبح. خير يا ايزيسوس، في حاجة؟ انت نسيتي حفلة الفروسية ولا ايه؟ اكيد انت نسيتي. لا ما نسيتش. طب يلا بقى قومي البسي وجهزي، ما تنسيش تعزمي ميلينا عشان تتفرج على اعظم فارس في التاريخ. الكبرياء. الكبرياء؟ كبرياء ايه؟ خطية الكبرياء، الخطية الأولى اللي بيكرهها ربنا. انت ايه حكايتك؟ انت من ساعة ما رجعت من عند أناسيمون وانت حالتك اتغيرت. لأن قبل ما قابل أناسيمون واتعلم منها كنت زيك كده. أنا بصراحة مش فاهمك، كنت ايه وبقيتي ايه؟ كنت متكبرة وغرقت وسط مشاكل الدنيا، الرب اللي انصلب من أجلي وأجلك، لكن أنا بشكر ربنا لأنه لمس قلبي وصحيح. وبصلي لك انت كمان يا إيزيسيوس علشان الرب يلمس قلبك. الظاهر ان أناسيمون اثرت عليكي قوي. الظاهر ان أناسيمون هي اللي صح واحنا اللي غلط. أناسيمون عرفت الديانه الطاهره النقيه. وايه بقى هي الديانه الطاهره النقيه؟ هي افتقاد الارامل واليتامى والمساكين، واهم شيء ان ندي الجزء الاكبر من وقتنا لربنا مش للسبق والحفلات. صلي يا إيزيسيوس علشان ربنا يرحمنا ويرضى عنا ويسامحنا. تفتكر ان ربنا ممكن يسامحنا؟ طبعا، ولكن ابدأ انت الخطوة الاولى وهو عليه الباقي. اقتربوا من الله يقتربوا اليك. صلي من اجلي يا مريم. الملكة عايزاكي اميرة. خير؟ في حاجة؟ لا لا ابدا، هي بخير طمني. حاضر انا جاي. اهي جت أناسيمون، قولها. الا بحق، ابن عم الامير طلب ايدك لابنه إيزيسيوس ومنتظر الرد. منتظر الرد على ايه؟ على الخطوبه طبعا. يا والدي انا مخطوبه من زمان. مخطوبه؟ مخطوبه لمين وعرفتيه فين؟ عرفته من زمان، من زمان قوي، من اول ما فتحت عيني. بس لازم يا بنتي يكون من اولاد القمر او من اولاد الملوك عشان يليق بيكي ويليق لبنت الملوك. ايوه يا مولاتي، هو صحيح ملك. اتكلمي بسرعة، قوليلي هو مين ده؟ الأمير ده يبقى يا والدي يسوع المسيح. يسوع المسيح؟ قصدك انك... ايوه يا والدي، انا هترهب. يا بنتي، انت عارفة ان انا ماليش غيرك في الدنيا، وانا هسيب العرش ده كله لمين؟ نصيبي كده؟ نصيبي انك تترهبني؟ يا والدي، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، وصدقني كل ملوك العالم ما يسووش حاجة قدام ملكوت السماوات. أقولك إيه، إذا كان دي رغبتك يا بنتي فأنا مش هعرضك، وعموما أنت مش أول واحدة من ولاد الملوك تترهبن. مبروك عليك عريسك السماوي. مولاي الحكيم الخاص وصل. خليه يتفضل. جيت حسب طلبك يا مولاي. طيب أقعد. العفو يا مولاي. بقولك أقعد، أنا اللي عايز كده. خير يا مولاي؟ مش باين خير، أنا زعلان أوي. ربنا يزيح عنك الهموم يا مولاي.
انت فاكر الموضوع اللي انا كلمتك عنه؟ انهي موضوع؟ المواضيع كتيرة يا مولاي. موضوع ابن ايزيسيوس وانا سيمون. طبعا فاكر يا مولاي. يعني تفتكر ان غلطان ان طلبت ايدي الاميرة؟ بالعكس يا مولاي، انت كان قصدك الخير للاتنين. ايوه فعلا، انا كان قصدي الخير للاتنين. امال ما ردوش عليا ليه؟ ده فات اكتر من شهرين وزيادة. اسمح لي يا مولاي، انت مش غلطان في طلب ايد الاميرة، التوقيت هو اللي غلط. توقيت؟ قصدك توقيت ايه؟ انا سامع ان الملكة ام الاميرة تعبانة جدا. الملكة تعبانة؟ يعني ممكن تموت هي والملك؟ غريبة قوي. ابعتوا انشروا رسالة في كل الولايات واكتبوا فيها: انتقلت الى السماء صاحبة الجلالة الاميرة العفيفة الملكة. ايوة يا ابان، بس انا مش قادرة انسى امي. محدش يا بنتي يقدر ينسى اللي رعاه ورباه. والدتك دي ست عظيمة، لما كانت عايشة على الارض كانت عايشة في حالة استعداد تام بالصوم والصلاة والقراية في الكتب المقدسة. المفروض يا بنتي كل واحد مننا يكون في حالة استعداد تام للحياة الأبدية. صلي يا أبانا من أجل والدي. ليه؟ خير يا بنتي؟ والدي يا أبانا من ساعة موت أمي تعبان خالص وصحته في النازل. ربنا يصبركم يا بنتي ويشفي مرضاكم. صلواتك يا أبانا. يا والدي إيه اللي قومك من السرير؟ هو الدكتور قال إيه؟ قال إنه لازم يستريح في السرير وياخد الدواء بسرعة. طيب يلا روح هاتيه بسرعة، المفروض انك تكون مستريح في السرير دلوقتي يا والدي. انا سيمون، اسمعيني كويس، انا عمري راح خلاص وقربت احصل امي. والدي ارجوكي انت سيبيني اكمل كلامي. انا سايبلك الملك ده كله بين ايديك، عايزك تحكمي بالعدل وتنصري المظلوم. انا عارف ان المسؤولية هتبقى كبيرة عليكي وربنا معاكي. أنا مطمن عليكي وانت مع عريسك السماوي. يا رب نقي روحي واحفظ روحي ولا تتركني من قدام وجهك. والدي مات الملك، إرادة الله فوق كل إرادة، يبقى لازم نلحق إحنا بالملك بتاعنا. يلا يا إيزيسيوس، عاوزك تكون جاهز قبل ما يقولوا مات الملك يحيى الملك. يا حارس. أمر مولاي. خد المنشور ده وانشروه في كل الولايات. مش ممكن، رافضه ازاي؟ صدقني هو ده اللي قالته بالظبط. يعني مش عايزه تبقى ملكه؟ يعني رافضه الملك؟ رافضه الملك ازاي؟ ده هي الوريثه الوحيده. اصل العيله دي من اكتر العيلات اللي حكمت البلد واحنا ما نرضاش بحد غيرها. من رايك نعمل ايه يا سيدنا؟ يا ابني لتكن إرادة الله. أنا اللي شايفه إن الأميرة لسه حزينة، تفقد الأب والأم في سنة واحدة صعب عليها. يا سيدنا بس أنت عارف إن الطمعانين في العرش كتير. المسألة دي لازم تتحسم النهاردة. عندك حق، اتنين منكم يطلعوا يجيبوها وأنا هحصلكم على الكاتدرائية عشان أجهز لحفلة التكريم. على فين يا سيدنا؟ في إيه يا أخوانا؟ أنتوا نسيتوا إن أنا أحق واحد بالكرسي ده؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا ابن عم الملك وانا سيمون تبقى بنته وهي احق. ايه ده، انتوا هتخلوا عيلة زي دي تحكمكم؟ انا سيمون مش عيلة، الاميرة انا سيمون بلغت السن القانوني وانا عارف قوانين المملكة كويس. جناب الوزير الكبير، انت وابونا قبل اعترافها تطلعوا تجيبوها وتحصلوني على الكاتدرائية. انتوا باين عليكم انتوش عارفين عواقب اللي بيتعمل ده. اسمع يا الامير، لازم تفهم ان دي مش رغبتنا احنا وبس. مش رغبتكم؟ امال رغبه مين؟ رغبه الشعب كله. اتفضل، ادي عريضه موقعه من الشعب كله بامضائه على ان الاميره انا سيمون هي اللي تمسك الحكم. ايوه الكلام ده صحيح. باسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح وباسم شعبك المحب لله، نؤمنك يا انا سيمون ملكه خلفا للملك العظيم والدك، وندعي إلى الله أن ينجيك من الأعداء الخفيين والظاهرين وأن يطول في عمرك وأن تكوني ملكة دائمة للمملكة. أخلع هذا التاج من فوق رأسي إكراما وإجلالا لكتابك المقدس. أنت تعلم إلهي إنهم أخذوني على غير رغبتي و
ووضعوا على رأسي هذا التاج الذي لا يساوي شوكة واحدة من شوكات تاجك. ساعدني ساعدني يا رب أن أحسن بمشيئتك وأن أنفذ كل وصاياك. ابعد عني عدو الخير بصلوات أم النور القديسة الطاهرة العذراء مريم. آمين. دي يا مولاتي تقارير الولايات كلها، وده تقرير الأمير الأكبر، تسمحي لي أراه؟ يا كبير الوزراء أنا عارفة اللي فيه. يا مولاتي ده تجاوز حدوده، صليله ربنا يهديه. طيب تسمحي لي أعرفك على أهم أطماع الأمير الأكبر؟ أطماع؟ أطماع إيه تاني؟ في مساحة من الغابات الشاسعة حوالين ولاية الأمير الأكبر، طبعا فيها وعاوز يضمها لولايته، وفعلا نزل قوة من الجيش والمهندسين علشان يقيس المساحات دي كلها ويضمها لولايته. والغابات دي يا مولاتي تتقدر بحوالي 100,000 فدان. والغابات دي ممكن تفيده في ايه؟ الغابات دي يا مولاتي مصدر رئيسي لمورد الدولة، وفيها جميع انواع الاخشاب والطيور والحيوانات النادرة، ده غير كمية الفواكه اللي بنصدرها، يعني هنخسر مصدر رئيسي لمورد الدولة. والمطلوب ايه؟ تأمري رئيس الحراس لتصدي هذا الاعتداء، ومنرجعش هنقطمعه نحارب. اهدى ارجوك وبعد له رسالة الاول، وان مرجعش انا هيبقى لي تصرف معاه. امر مولاتي. ايه تاني؟ احنا وزعنا الفدادين الشرقية على الفلاحين المحتاجين بالعدل. ايوه يا مولاتي. تقدروا تتفضلوا وخلوا دايما ربنا قصاد عينيكم. حاضر يا مولاتي. مولاي الامير، الرسالة دي وصلتني من الملك الاكبر. من الأمير الأكبر إلى الوزير الأكبر، ومن أكبر إلى أكبر، الدنيا هتنور. سلام، وصلتني رسالتك بخصوص موضوع الغابات، وأنا مستعد إن احنا نسوي المسائل بسلام، وخصوصا إن أنا والملكة قرايب، وخدي بالك من قرايب دي. عموما عشان ما طولش عليك، أنا كنت سبق وطلبت من مولاي الملك الله يرحمه إيد الأميرة سابقا الملكة حاليا لابني إيزيسيوس قائد الجيش سابقا وولي عهدي حاليا، وموصل ليش رد، بس منتظر رد الملكة بقى وسلامي لمولاتي، وأرجو ألا تتأخروا في الرد الأمير الأكبر. الموضوع ده سبق وقلت فيه رأي الوالدي. طب يا ريت جلالتك تقولي لي عشان أبعت له الرد. بدأت الحرب الشعواء علي يا ربي من عدو الخير، يا ربي يا ربي يا يسوع المسيح ارحمني، فأنا معك لا أريد شيئا من الأرض. ومن الآن يا ربي ومن هذه اللحظة أنا سأترك هذا العالم وسآتي أعيش معك في الحياة الأبدية. ويا حبيبي يسوع المسيح اقبلني اقبلني إليك ولا تتركني. يا ربي يا إلهي يسوع المسيح افتح لي باب رحمتك يا رب، لأنك تعلم إني إنسانة ضعيفة، ولا تتخلى عني ولا تتركني يا إله خلاصي وجدد حياتي، ولك الملك الدائم. آمين. يا ربي يا إلهي يسوع المسيح، أنا إنسانة ضعيفة ولا أستطيع أن أحتمل تجارب إبليس إلا بقوة صليبه، وأنت وأنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، وكل هذا بقوة صليبك المقدس. وأخضع الرب هذه الوحوش إلى القديسة العفيفة، وأصبحت الطبيعة الشرسة طبيعة هادئة أليفة، وبقوة صلوات القديسة أناسيمون قادتها الوحوش إلى منابع المياه، فكانت تأخذ حاجتها من المياه. أنا مشتاقة مشتاقة ليك يا رب، مشتاقة ليك يا رب. إيه ده؟ إيه ده؟ ده دير. طيب لازم اعمل اي حاجة علشان اعرف ادخله. اعمل ايه؟
أعمل إيه؟ أيوة، أعمل مجنونة، أعمل هبلة. إيه ده؟ أنت مين؟ أنت مين وعايزة إيه؟ عاوزة أدخل. تدخلي فين؟ البيت ده. أنا جعانة جعانة وعايزة أكل. استني لما أقول لأمنا رئيسة الدير. كل اللي قدامك ده يا أمنا خلصيه، وانت يا أمنا. يا تمام يا تمام. ايه في ايه؟ وايه الدوشة اللي بره دي؟ في بنت شكلها غريب جدا واقفة عند الباب وعايزة تدخل. تدخل تروح فين؟ الحقيقة يا تمام، في واحدة واقفة بره وباين عليها راكبها شيطان. طيب يلا بينا يلا. ايه في ايه في ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ لقيناها عمالة بتكسر في الباب. مين اللي قالك تكسري في الباب؟ وبتكسري في الباب ليه؟ اهدي يا بنتي اهدي. مالك عايزة ايه؟ دي باين عليها عايزة تنام. انت عايزة تنامي؟ طيب خلاص خلاص اهدي اهدي يا بنتي. بسم الصليب بسم الصليب، بسم الاب والابن والروح القدس، ربنا يهديكي. دي باين عليها شيطان. لا لا ابدا، انت جايه منين؟ طيب طيب خلاص، خدوها وادولها اكل وميه، دي باين عليها جعانه قوي والظاهر انها مشيت مشوار طويل. يلا يا بنتي يلا يا بنتي. سامحني سامحني يا رب، انا عملت كده علشان اقدر ادخل الدير. ايه ده؟ ايه الجنان اللي بيحصل ده؟ مش معقول، ده حاجه غريبه جدا. يوه ده انت باين عليكي هتتعبينا معاكي. هو احنا فاضيين لك؟ انا لازم اروح عند رئيسه الدير. مسكينه ربنا يشفيها. انت ايه حكايتك يا بنتي؟ قلنا جعانه قدمنا لك اكل ما اكلتيش، امال عايزه ايه؟ عاوزه تنامي؟ طيب تعالي خدوها اغسلوا لها وشها وغيروا لها هدومها وودوها اي قلايه فاضيه عشان تنام، يمكن لما تستريح تهدى. ربنا يهديك يا بنتي. ايه نايمتوها؟ ما رضيتش تلبس اي حاجه من عندنا ولا تنام في اي قلايه. امال نامت فين؟ جريت مننا وراحت نامت على الارض جنب البوابه. من غير فرش ولا غطا؟ ايوه. غريبه قوي البنت دي. الايمان الصادق والايمان الحقيقي بيصنع معجزات. مرة في يوم دخل لص في دير للراهبات وصدفة، وخلوا بالكم من كلمة صدفة دي لاني هرجع لها تاني بعد ما احكي الحكاية. صدفة قابلته رهبة ضريرة. مين مين؟ انا الأب دانيال. ابونا دانيال ابونا دانيال. ايدك ابوسها. ارتاح يا ابونا، ليه حرمنا منك ومواعظة ومباركتك يا ابونا؟ ما انا جيت اهو عشان اقول لكم الوعظ. اشكرك يا ربي لانك سمحت لي اخد بركه غسيل رجلين هذا القديس العظيم. دي ميه رجليه ممكن تعمل معجزات. اشكرك يا ربي يسوع المسيح. اشكرك يا ربي يسوع المسيح. اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب. اشكرك يا ربي يسوع المسيح. أشكرك. إيه ده؟ أنت مين؟ أنت مين؟ أنا تبت على إيدك. صليلي صليلي وادعيلي. أنا تبت إليك يا رب، تبت إليك يا يسوع. ومن يومها أصبح اللص رجل من رجال الكنيسة مباركين، وأصبحت الرهبة الضريرة تبصر، يعني ترتيب ربنا ظهر هنا. نرجع لكلمة صدفة. المسألة هنا ما كانتش صدفة إن الرهبة الضريرة تفتح على إيد اللص، ولا إن اللص يتوب على إيد الرهبة الضريرة اللي أبصرت. دي معجزة إلهية حصلت بسبب إيمان الرهبة القوي. ده ما نسموهوش صدفة أبدا، ده نسميه ترتيب إلهي. وإحنا بقى ما نعرفش إيه ترتيب الإلهي اللي هيحصل من البنت اللي جات لنا النهاردة. ما نعرفش هيحصل إيه. أنا متهيئة للبنت دي مريضة بمرض معدي. لا دي مريضة بمرض عقلي. ابدا ابدا. صدقيني يا امي انا مش مستريحه للبنت دي خالص. انا خايفه لا تكون عامله وحشه وجايه تستخبى عندنا.
انت نسيتي تعليم الرب، كل من سألك فاعطيه. لا، البنت طلبت مننا اللي احنا نحميها، نقوم نرميها للوحوش ونخالف تعليم الرب. انا اسفة يا امي، اخطيت، سامحيني. هي فين دلوقتي؟ انا كنت بطمن عليها، لسه نايمة يا امي. حد غطاها؟ لا، محدش غطاها. طيب واحدة فيكم تروح تغطيها، الليل داخل والدنيا بتبرد. أشكرك يا إلهي لأنك سمحت لي أقنعهم أنني هبيلة. أشكرك، أشكرك فإنني لست مستحقة لهذا، فسامحني، فسامحني واغفر لي. بتعمل إيه الهبلة دي؟ بعد ما نظفت ونشفت مغرقة الدنيا إزاي بالدرجة دي؟ أنا هروح أنادي رئيسة الدير. أنا خايفة عليها لتبرد. ايه اللي بتعملي ده يا بنتي؟ كل ده انت اللي عملتيه؟ انت ما بتتكلميش ليه؟ كملي عملك يا بنتي. ابونا ابراهيم، نشكر الرب على سلامتك. اتفضل اتفضل يا ابونا. انت عامله ايه يا بنتي؟ نشكر ربنا. امال فين طماف؟ حالا يا ابونا هندهالك. اهلا اهلا يا ابونا ابراهيم، احنا زرتنا النعمه النهارده. اهلا بيك يا بنتي، انت ايه اخباركم؟ نشكر الرب. لكن ايه الغيبة الطويلة دي يا ابونا؟ 4 سنين حرمنا من تعليمك ومواعظك. الرب لما بيريد بيرد الغايب يا بنتي. لكن قوليلي، انتوا ضميتوا راهبات جديدة للدير؟ لا يا ابونا. امال مين البنت اللي كانت بتملى المزيار دي؟ قصدك الهبيلة؟ هي اسمها الهبيلة يا بنتي؟ الراهبات مسمينها كده. امال اسمها الحقيقي ايه؟ الحقيقة انا معرفش يا ابونا، هو كل همها تكنس وتمسح وتنظف وبس، عايشة في حالها. ودي ايه حكايتها؟ الله أعلم يا بونا. في مرة خبطت الباب، فتحنا لقيناها، ومن يوميها لا نعرف لها أصل ولا فصل. ربنا يعينك يا بنتي على مسؤوليتك. صلي من أجلي يا بونا. أظن إن أبونا متى بيجي ياخد اعترافاتكم ولا لأ؟ بيجي يا بونا، من يوم ما قدسك سافرت وهو ما قصرش معانا أبدا. ربنا يباركه. هتيجي ناخد الاعترافات دلوقتي؟ يا ريت يا بونا، لكن مش ترتاح قدسك شوية؟ معلش يا بنتي، الوقت ضيق وانا لازم امشي قبل الليل ما يدخل. لكن الغيبة الطويلة دي كانت ليه يا بونا؟ كنت ملازم فيها الانبا دانيال، لازمته 4 سنين. خلال ال4 سنين دول ما هتبش فيهم باب قليته ولا مرة، وقافل باب قليته ومش راضي يقابل اي حد خالص، حتى تلميذه بيدخله كسرة الخبز وشوية المية بالعافية. في ايه؟ في الحقيقة مش عارفين، لكن بعض اباء الكهنة قالوا ان هما بيسمعوه بالليل بيبكي بكاء ملهب. باسم الصليب، باسم الصليب، انا احساسي ان ابونا دانيال حاسس بحاجة وحش هتحصل للعالم، وعلشان كده بيبكي بحرارة من اجل ان ربنا يرفع غضبه عن العالم. ربنا وحده اللي يعلم يا بنتي. ارجو يا ابونا انك تكلمنا عن الانبا دانيال. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أشكر الرب يا إخوتي لأنه أراد وشاءت إرادته لأكون معكم في هذا اليوم، وأشكره أيضا وأدعو وأتضرع إليه أن يحافظ عليكم ويحميكم من محاربات عدو الخير. في الحقيقة يا إخوتي، سبب انقطاعي عنكم لمدة 4 سنوات اللي فاتت هو لأني كنت ملازم لأب قديس كاهن هو أبونا دانيال. في الحقيقة أحب أطمنكم على هذا الأب القديس. أبونا دانيال هو الأب اللي جات له القديسة أناستاسيا في ملابس الرجال وترهبنت على إيده وفضلت في مغارة في قرية لمدة 18 سنة لغاية ما كشف الرب عن حقيقتها لأبونا دانيال. ولكن أبونا دانيال ما أعلنش لأي حد حتى تمت نياحتها. والحقيقة أبونا دانيال دلوقتي بيمر بمرحلة صعبة قوي، أرجو إن احنا كلنا نصلي من أجله. والمجد لله دائما أبديا، أمين. ارحمني يا إله، ارشدني إلى الطريق الصحيح. يا رب أنا أخطيت ونسيت، سامحني، سامح عبدك الخاطئ يا رب، سامح عبدك الخاطئ. ايه في ايه؟ مالك يا ابونا؟
كل تلاميذك قلقين عليك وبيسألوا عليك. تعال يا ابني، كان ربنا بعتك ليه؟ أنا مش قادر أسامح نفسي، عايزك تصلي من أجلي. ليه كل ده يا ابونا؟ أنا من فترة كنت في زيارة في أحد البلاد، وهناك قابلت راجل كان بيكسر في الحجارة وبعدين ياخدها ويروح بيها في السوق يباعها. فقعدت بعيد عنه ورقم وشوفه بيعمل ايه، ولما اتأكدت انه راجل طاقد وشوفته بعناية بيسبح ربنا وهو بيكسر في الحجار، رحت كلمته وقال لي انه بيكسر في الحجارة، وبعد ما بالشمس بتغيب بيروح يباعها في السوق، لكن كان قرشه قليل. وبعدين؟ ولما بيرجع بيقفل بابه ويشكر ربنا ويشتري لنفسه القوت القليل والباقي يوزعه على الفقراء. وبعدين يا ابانا؟ فرحت باركته وسمعت منه سيرة حياته، وكان هدفه انه ما يدخلش شيء لنفسه الا القوت القليل والباقي يوزعه على الفقراء، ورزقه يوم بيوم، يعني يومه بيومه. فصليت له وسبته ورجعت قليتي. وبعدين يا بانا، ايه اللي عملته في قليتك؟ ولما رجعت قليتي خطرت على بالي حكايتي، فطلبت من ربنا انه يزود رزقه ويخلي من الناس الاغنياء، يكتر من اعمال الرحمه عنده ويساعد الناس. وبعدين سمعت انه هو بيكسر في الحجاره لقى كنز. احمدك يا رب، عمرك ما بتنسى حد. ايوه يا رب، عمرك ما بتنسى حد. ولاقي مروح بدري ليه؟ الشمس لسه ما غابتش. الله، وهو ما بيردش ليه؟ يمكن يكون تعبان ولا حاجه. قضيت على الفقر يا ولاقي، قضيت على الفقر. انا لازم اقعد مع الناس الكبار، مع اعيان البلاد. لا، الناس هتعرف ويقولوا للحاكم، والحاكم يبعت يقبض عليا. وسين وجيم، احسن حاجه اهاجر بره خالص. ايه، مين اللي بره؟ انت مين؟ انا يا ولاج، انت لحقت نسيتني، انا من اخوه الرب. انا تعبان النهارده قوي. طب اديني اي حاجه. انت بس سامعني وانا بقول لك انا تعبان. انا تعبان قوي، ده انا حتى ما رحتش الشغل النهارده. خلاص انا ماشي. واحد راح وواحد جاي. لا يعني مش هتهنى بالثروه دي. انا احسن حاجه اسافر، ولا من شاف ولا من ديري. وسافر اولاجي؟ سافر وباع الكنز وبقى من الناس الاغنياء، وكان هدفه انه يوصل للملك. وصل له؟ وصل للملك وعينه وزير، وانعدمت رحمته لاي حد، وبدد الأموال شمال ويمين. والكلام ده وصل لولي العهد وغضب جدا، لكن ما كانش يقدر يعمل حاجة قدام جبروت أولاجي. لكن يا أبانا، ما تعملش في نفسك كده، انت كان قصدك خير، لكن عدو الخير هو اللي غلب أولاجي. صلي يا ابني ان ربنا يرحمه ويرحمني. مات الملك وابنه اللي قاعد على العرش. طردوني بعد ما كنت من اعيان البلد. الفلوس هي اللي عملت فيا كده. اسمعوا حكايتي، طردوني بسبب الفلوس. انا كنت راجل فقير غلبان بكسر الحجار، لكن المال هو اللي دمرني. انا كنت دايما بقول ما بتنساش ابدا يا ربي الاتكال عليك. سامحني يا رب. ما دمت تبت واعترفت بخطيتك فربنا هيسامحك ويغفر لك خطيتك يا ابني. ابونا القديس دانيال، سامحني يا ابونا. ربنا يسامحني ويسامحك يا ابني. هرجع تاني اكسر في الحجاره. صلوا لي ارجوكم، صلوا من اجل ضعف ايماني. ارحمني يا اله الحنان. اشكرك يا رب لانك وقفت معايا ومع اخي ولاجي. هل أنت كنت تعارض إرادة الله؟ لا، أنا ما عرضتش، لكن كنت خايف على حياة روح أولاجي
بسبب صلواتي علشانه. رأيت الذين كانوا يلتفون حوله؟ أيوه شفتهم وعرفهم وكتير وعصتهم. وهل كان يرد أحدا منهم كما كنت تعرف؟ ما أعرفش. اعلم أن عظة أولاجي قد ردت كثيرين، واعلم أيضا أن مقاصد الله لا يعلمها غير الله. والآن قم واذهب إلى دير الأنبا أرميوس للراهبات، وهناك سترى عذراء عفيفة لم يصل إلى رتبتها إلا القديسين. اذهب وسوف أرشدك. الحمد لله وصلنا، بس أنا نفسي أعرف يا أبانا إيه سبب الرحلة دي؟ هتعرف، لكن لكل شيء تحت السماوات وقت. اسمع يوسف يا ابني، أنا هروح أرتاح هناك، وإنت خبط عليهم واسأل عن طماف، وقول لها دانيال عايز ينزل عندكم ضيف الليلة. حاضر يا أبانا. أيوة يا أبونا، تحت أمرك. عايز أتكلم مع طماف. قول لي عايز تقول لها ايه وانا بلغها. قول لها ان في راهب عايز يتكلم معاه. بخصوص ايه؟ اسمعي رحمه، واقبليني انا وابانا الليله دي. بس احنا ما تعودناش ان حد يبات هنا، ده دير للراهبات. ايوه، بس الحقيقه ابي راجل مسن ومش هيقدر يبات في الصحراء. مين ابوك ده؟ القمص دانيال، قمص بريه شهيد. القمص دانيال، خليه يتفضل. يا قدس ابونا، تشريفك لديرنا ده اكبر بركه. ربنا يبارك فيك يا بنتي، ما تقوليش كده، ده ديركم مليان بركة من زمان، بس انتوا اللي مش داريانين. شكرا على محبتك يا بونا. هي الأخت اللي كانت واقفة جنب الزيار دي وأنا داخل من البوابة، ما جاتش ليه تسلم عليا؟ واسمها ايه الأخت دي؟ إخواتي هنا مسمينها الهبيلة، وتماف من زمان كانت عايزة تمشيها من هنا وترجع تقول لو خرجناها برا الدير وحصل لها حاجة يبقى إحنا أخطأنا إلى الله بسببها. ربنا عالم بخبايا القلوب يا بنتي. يوسف، يوسف يا ابني، اسهر معايا الليله دي وانت هتشوف شيء له العجب. خير يا سيدنا. شفت الاخت اللي بيقولوا عليها الهبيله؟ ايوه يا سيدنا شفتها. وصدقت انها هبيله؟ ايوه صدقت، كل افعالها بتقول كده. طب اسهر معايا وانت هتشوف عظائم فضائل القديسة دي. يا سيدي يا حبيبي، من أعماق قلبي بصلي لك. يا إلهي، من أجلنا نزلت من سماءك، ومن أجلنا نحن أيضا صرت إنسانا لتكلمنا عن الإيمان. مش معقول، ده منظر سماوي عجيب. شفت يا ابني بنفسك؟ يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. اطلب يا ابني من يسوع المسيح ان يرحمني انا الخاطئ. اسمع يا ابني، روح صح طماف وانده لها من غير شوشره. حاضر. يا رب يا رب ساعدني ان احيا حياه الاستعداد التام. اجعلني لا اهتم ولا اذكر الا اسمك الحبيب، فمعك لا اريد شيء على الارض. انا يا رب خاطئ. يا الهي سامحني، سامحنا يا إلهي، يا ما تعبناها وأزناها، لكن إزاي معرفتهاش؟ هو أنا لسه خاطية يا ربي؟ إزاي معرفتش إنها قديسة؟ ده أنت فتحت عيني يا رب، لكن إزاي ما فتحتش بصيرتي علشان أعرفها يا رب؟ يا رب سامحنا، سامحنا يا رب. هي دلوقتي في لحظة من أعجب اللحظات، لحظة انطلاق الروح والعقل. اللحظة دي بيتحرر فيها الروح ويسكت العقل عن التفكير، والاتنين بيلتصقوا بالحبيب. يا ربي يا إلهي، يا ترى مين القديسة دي؟ القديسة أنا سيمون الملكة السائحة اللي سابت ملك العالم عشان المسيح. فتحوا عينيكم وبصوا للملكة أنا سيمون اللي سابت الأرض ودخلت القصر السماوي لتملك محبة ربنا يسوع المسيح. اذكرني يا رب، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك لأسمع صوتك الحبيب فيقول تعالوا تعالوا إلي يا مباركي أبي. صلي صلي علشاننا يا قديسة يا عفيف. سامحني يا رب،
سامحني يا رب يسوع المسيح. اذكرينا يا أميرة أمام عرش النعم. اذكرينا يا أميرة أمام العرش السماوي. اذكرينا يا أميرة أمام العرش السماوي. هي قصة حياة القديسة الطاهرة أناسيمون السائحة كما رواها لنا الأب السائح. بركة صلواتهما لتكن معنا آمين.